ماتش امبارح. هو يا جماعه في حد في الدنيا يقدر ينكر انه كان بيتشخبط في عينين لاعبتنا بالليزر؟ يعني ما انا وانت وغيرنا يعني كنا ملايين نتابع الماتش بتاع امبارح وشايفين اللي بيحصل. يعني ايه ده؟ انت عايز الراجل ده يدخل جون ازاي يعني؟ يعني انا النهارده لما الاقي مثلا بعض من زملائي وحاجات زي كده يقولوا لي ازاي صلاح يشوط الشوطه دي، ولازم انا راجل، انا لا يعني ولا لعيب كوره ولا بعرف العب كوره، لكن على الاقل ما بعرفش العب كوره خالص بصراحه، بلعب كوره ميه. لكن تيجي تقول لي اصل صلاح ازاي يشوط شوطه زي دي؟ يا راجل يا طيب، يعني انت عايزه يشوط وهو وشه كله غرقان ليزر؟ يا اخي ده انت لما في حد بينور، مش هقول لك كشاف عربيه، اي لمبه الموبايل اللي ورا دي بتبقى وعينيا وتتنرفز وتتضايق وتتنرفز وتزعق وترفس وكل الكلام ده، صح ولا انا غلطان؟ الراجل بمنتهى الادب فضل محافظ على رباطة جأشه وضبط نفسه، لكن مش في ايده يعني انه يعمل تصويبة تهديفة سليمة يعني. طيب الجريدة او سان البريطانية قالت كده، صلاح جماعة الاجانب ليزر بنز، انت شايف العنوان عامل ازاي؟ ليزر بنز، اقلام الليزر. صلاح كان معميا، ده كلامهم هم، بأقلام الليزر في مهزلة، ده كلامهم هم نصا، في مهزلة ضربات الجزاء، وتعرض لاعتداءات من الجماهير السنغالية، ومصير شكوى الاتحاد المصري ضد السنغال. خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا الموضوع، الشكوى ومصير هذه الشكاوى. أستاذ عبد المنعم شطة، أو كابتن عبد المنعم شطة، أنا آسف، لاعب الأهلي السابق طبعا، يعني كابتن الكباتن وعضو اللجنة الفنية السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أهلا بحضرتك يا كابتن. أنا أستاذ يوسف، أهلا بيك يا كابتن. أنا متشرف أن أنا سامع صوت حضرتك حبيبي. أنا سعيد جدا والله العظيم. بص أنا زملكاوي بس أنا طول عمري بحبك قوي حبيبي، وطول عمري كان نفسي نتقابل يعني، والله العظيم ما بهزر. وإن شاء الله لازم تشرفنا في الاستوديو يا فندم. عناية كابتن شطة، قول لي يعني الشكاوى دي هيبقى، اولا احنا تقدمنا بشكوى شكلها ايه، وفي راي حضرتك قد تؤدي الى الايه، مصيرها ايه؟ على حسب ما انا عرفت ان الشكوى قدمت يعني لما حصلت اعتداءات على الاتوبيس، وحصل اعتداءات على اللاعبين بشكل في ريسيزم، في عنصريه، شتايم باسلوب غريب الشكل ممنهج، يعني ما فيش حتى يعني حد بيبلغهم ده غلط، ما حدش قال لهم يا جماعه احنا استقبلونا هناك استقبال كويس في مصر، فيجب نستقبلهم كويس. الامور كلها كانت فيها يعني اجريشن، فيها اعتداء واضح. بعد كده طبعا دخلنا في حاجات تانية، دخلنا في الجو الارهابي اللي اتعمل، الاستاد اللي دخلوه من بالليل احتلوه للجماهير، ودخلوا بقى بشكل كبير غير منظم. وبعد كده بقى ايه، بدات الشتايم في الملعب، دخلنا في المباراة شكلها طبعا كان متوتر جدا، الجمهور كان يعني متوحش. كل الأمور دي أثرت في أول ربع ساعة تأثير يعني سلبي جدا في منتخب مصر. طبعا الشكوى اللي عملها الاتحاد المصري يقول لك شكوى كان فيها نوع من عدم احترام للضيف، إنه المعاملة كانت شديدة القسوة، الجماهير المصرية تم اعتداء عليها، اللعيبه يعني من منازل من المطار، في المطار وجدوا تحرش واضح. كل الحاجات دي الحقيقه الشكوى الاتحاد كانت سريعه جدا، وتم طبعا ارسالها للاتحاد الافريقي عشان ينظر لها. وبعد المباراه طبعا لما حصلت موضوع التحكيم، وحصل موضوع التراشق بالزجاج المياه، وبعد كده حصلت بقى الليزر بوينترز اللي كانت موجوده في الاستاد بشكل مكثف جدا، كل الحاجات دي طبعا يعني يجب على الاتحاد المصري انه ياخذ حقوقه، ولازم يبعت الشكوى وما يتركش الامر كده، لانه الاتحاد السنغالي لم يحترم حقيقه، لم يحترم المنتخب المصري، لانه الاتحاد السنغالي كان له دور كبير جدا انه يمنع اللافتات والبانرز اللي كانت محطوطه فيها، كلها فيها ريسيزم وفيها عنصريه واضحه. الامور دي كلها طبعا انا اعتقد انها شكوى كانت حقيقه مهمه جدا، عشان على الاقل
الامور لو مشيت كلها سلبيه بالشكل دوت عمرنا ما هنتطور في افريقيا، وعمرنا ما هنلعب كره قدم من اجل المتعه ومن اجل الفير بلاي. هي دي كل القصه بالتفصيل، انه المباراه ما كانتش مباراه كره قدم، كانت معركه فيها نوع من القسوه الشديده جدا وعدم احترام الخصم حتى في الملعب، والحكم نفسه كمان ساعد على ذلك الحقيقه. طب كابتن شطه، هنا بقى يجي سؤال، هل من حق الحكم انه يوقف المباراه لحين انتهاء هذا الشكل من اشكال المشاغبه او المضايقات اللي تعرض ليها اللاعبين بتوعنا والجمهور؟ الحكم دوره داخل الملعب فقط، كان يجب عليه لما حدفوا ازايز الميه على 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 الشناوي. أيوه. والشناوي يعني اشتكى، وكانت واضحه جدا الحياه، الازازه اتفتحت حتى كمان المايه ترتشت قدامه، وهي خبطته في رجله يعني خبطت. يعني هي خبطته في رجله وكان اشتكى يعني للحكم. الحكم اخطا خطا كبير جدا انه لم يوقف المباراه ولم يبلغ المسؤولين اللي في الملعب اللي هو المراقب والمنسق اللي موجودين شغلتهم دي. شغلتهم لما الحكم يطلب انه الازازه يمنع والحاجه دي تمنع، لازم على المراقب والمنسق يجيبوا مدير الامن، يجيبوا الوزير، يجيبوا الدنيا كلها، لازم هذا الموضوع يمنع تماما. ممكن ما يتمناش تماما، لكن يجب عليه يكون في تدخل. الحكم لم يطلب حتى انه مسؤول كبير من المسؤولين الامنيين يجوا. في حاجه اسمها سكيورتي اوفيسرز، سكيورتي اوفيسرز دول شغلتهم في الملاعب كره القدم ان يكونوا موجودين يمنع كل الحاجات دي، لكن مش لاقي ولا شايف سكيورتي اوفيسر، ولا شايف حتى المنسق نزل، ولا شايف حتى الحكم طلب. واضح انها حقيقه كانت في سلبيه شديده جدا موجوده من الاجهزه اللي كانت كلها من داخل الملعب، وكان يجب على الامور دي تسيطر عليها بشكل افضل او تقلل نسبها، خصوصا في الاخر تمادوا جدا في ضربات الجزاء والبوينترز اللي اتحطت الليزر دي كانت كميه كبيره جدا ما شفناهاش في اي استاد قبل كده، انك تشوف اكثر من 2000 او 3000 ليزر. دي حقيقه كانت ظاهره العالم كله حقيقه تحدث عنها. انا دخلت على كل المواقع الانجليزيه والمواقع الاوروبيه والمواقع في كل اللغات، والله لقيت هذا الامر حقيقه تحدثوا عنه بشكل كبير جدا، لانه محمد صلاح الواجهه بتاعتنا ويعني لعبنا القدير، انه لما حصلت حاجه بالشكل ده كل العالم تحدث عنها الحقيقه وشجبوها بشده. عشان كده الفيفا طلبت التقرير سريعا تجي لها من الاتحاد الافريقي. طيب تعتقد يا كابتن شطة انه من الوارد انه يتم اعادة الماتش مرة تانية؟ انا يعني العشرين سنة اللي قضيتها في الاتحاد الافريقي وبطولات في كل انحاء العالم ما فيش مباراة اعيدت بحذف زجاجتين ثلاثة او 10 او 15 وليزر. الليزر حتى في اللوائح عقوبته غرامات، ما فيش قال لك لو في ليزر او تمادى. انا حتى النهارده طلعت اللائحة بتاعت الاتحاد الافريقي قلت اشوف يمكن لو في ليزر انه ممكن يكون في اعاده، بصيت لقيت انه الليزر ده عقوبته كلها غرامات يعني حتى متدرجه من 10,000 دولار ل 70,000 دولار يعني. فواضح انه الحقيقه الشكوى مهمه، لكن اعاده المباراه بدون ان يكون هناك اصابات واضحه منعت لعيبه تستكمل المباراه زي ما حصل في زيمبابوي لما ضربوا المدرب ووقع على الارض. واحنا عندنا 3 لعيبه خرجوا على النقاله. لا لا دي اصابات ملاهي، دي مش اصابات. ماشي. طب يعني مش يبقى مثلا من حقنا ان احنا نطالب مش يبقى من حقنا ان احنا نطالب باعاده المباراه لانه المساله ما كانتش ليزر بوينتر زي ما حضرتك قلت، ده الاف البوينترز كانت بتوجه على اعين اللعيبه بتوعنا وعينين الشناوي وحاجه اخر لخبطه، يعني ده من شانه انه كان يخل بطبيعه الحال بالنتيجه النهائيه للمباراه. انا مش عارف العب حضرتك. انا يعني لو الاعاقه كانت واضحه نتيجه انه الليزر ده اصاب حد بصداع او اصابه مثلا مش شايف قدامه، الازازه خبطت في لعيب فتحت له دماغه اتشال في نقاله، دي تعيد مباراه تعيدها وتلغى كمان. لكن الحكم ما اداش اهتمام بالحاجات دي، والحكم في الملعب ما بيشوفش الليزر زي اللي بيشوف المراقب. المراقب قاعد فوق في التريبيون في المقصوره، فبشوف المفروض كان في اللحظه دي يبلغ الحكم انه في ليزر يجب ان يعني يوقف المباراه اذا ما الليزر ده ما وقفش ما يستكملش المباراه. ما حصلتش منه. يعني حكم مصطفى الغربال كان يجب عليه انه ينبه المسؤولين انه الليزر ده هيخليه يوقف المباراه،
وكان ممكن يوقفها ولو الحق يوقفها طالما اللعيبه مش قادره تلعب منه. دي حالات خاصه، لكن الحقيقه المباراه ماشيه والليزر شغال والميه بتنزل في الملعب والحكم ما وقفهاش. فطبعا دي طبعا الحاجات كلها ما تستدعيش اعاده المباراه، لانه هي الوضع كان مش بهذه الـ يعني شكلا كده للجنة الانضباط. لما تقعد هتقول خلاص بقى ما استكملنا المباراة وكده، وكان ممكن مثلا يحصل كذا كذا، نطبع اللائحة، جيب اللائحة، يقرا البند كذا، مش عارف ايه اللي كذا، يطلع الحتة دي راع اللي ما فيها كذا، ويطلعوا المبالغ ونخلص. كل البطولات اللي ما حصلش ببطولة من البطولات ان تم اعادة مباراة عشان ليزر او زجاجات مياه محدودة. هي انا اقول محدودة ليه؟ ما كانش يعني مثلا 20 مثلا إزازة مثلا 30 إزازة مثلا، مش عارف اظن اكتر. يعني انا بقول يعني المنظر بتاع امبارح ده كان منظر غريب. الشناوي يستدعي الحكم وما يلعبش الا لو الحكم استدعى حد مسؤول كبير، مدير امن الاستاد، مدير امن الاتحاد الافريقي المسؤول عن المباراه امنيا، سكيورتي اوفيسر، الكوردينيتور، كوميشنرز، كل دول لازم يجوا قدام الحكم ويقول لهم يا جماعه انا مش حكم المباراه. لكن الحكم كان ضعيف، كان مهزوز، كان خايف، وعشان كده ما اداش قرارات للمصريين بالشكل يعني الحقيقه اللي تحفظ حقوقهم. 6 أو 7 انذارات ما اداش حتى فيها انذار، كلها انذارات صارخه، انذارات اصابت لعيبه خرجتها من الملاعب، اصابه عمر جابر دي كان يجب عليه انه يطرده، الفار ما استدعاش الحكم، حتى الفار نفسه متواطئ. والله الفار مثلا رجحوا كارت احمر لم ياخذ به الحكم. كل لعبه زي دي الفار لازم يعيدها. هو كان وضع غريب على كل حال. كابتن شطه، انا سعيد جدا زي ما كنت بقول لحضرتك، ومتشرف جدا بهذه المداخله، واتمنى ان احنا نتقابل قريب جدا 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 جدا. وكل سنه وحضرتك طيب اولا، ورمضان كريم. كابتن عبد المنعم شطه غني عن التعريف.